كما لاحظتم تم اليوم الاستماع إلى الأسئلة الموجهة إلى المتهمين 14 المتهم، وتم الاستماع لما يزيد عن 32 شاهد، وبالأسئلة الموجهة إليهم وبتدقيق المحكمة وبتدقيق هيئة الدفاع وبتدقيق النيابة العامة، وتبين أن الأمر كان فيه الكثير من التضخيم، فالأمر لا يعدو أن يكون بعض الإخلالات والاختلالات التي يمكن أن تكون في أي إدارة، فلا مجال لما كان يقال من أن الأمر يتعلق بعصابة جماعة فاس، بأن السيد البوصيري البرلماني زعيم عصابة الأموال يعني كل هذا كان تضخيم. كل ما ورد على لسان الأشخاص يؤكد أن الأمر ربما سيأخذ منحى آخر، وأن الملف يسير في اتجاه إنصاف هذا الشخص الذي يعني تكالبت عليه الظروف والمعطيات والأشخاص والجهات. أنا أستغرب معك كيف لشخص يعترف بأنه سلم رشوة والآن هو غير متابع وغير معتقل، يعني هذا شيء غريب، في حين أن الشخص الذي ينكر أنه توصل بالرشوة هو الآن متابع ومعتقل ويحاكم، هذا شيء غير طبيعي، سيما أن تصريح هذا الشخص جاء في جلسة علنية أمام النيابة العامة وبمحضرها، يعني هذا أمر غريب جدا، وخصوصا وأن يعني كلامه ليس مسندا بأي دليل، يعني هو كلام جاء على عواهنه، كان يتعين أن يعامل يعني بالمنطق وأن يعتقل وأن يحاكم هو بالأحرى قبل البوصيري. أنا أستغرب نفس الشيء بالنسبة للشخص الذي رصت عليه مزاد بيع السيارات، يعني هو أيضا يقول أن سلم للبوصيري مبلغ 150 ألف درهم كرشوة، يقول أنه أخبر شريكه بأن البوصيري طلب منه رشوة وأنه أخذ المبلغ المذكور وسلمه البوصيري، مجرد كلام، ويقول أن سلمه له في سيارته في الطريق، يعني أشياء كما قلت لزملائكم أحتاج لأن ألغي عقلي حتى أصدق مثل هذه الأمور. فأنا يعني أؤكد لكم أن جميع الأمور التي هي في مواجهة السيد البوصيري لا ترقى إلى درجة إدانته، وبالتالي لا ترقى إلى درجة اعتقاله. أتمنى أن يكون القضاء منصفا وأن ينصفه وأن يرد له اعتباره. يعني في الجلسة المقبلة سيتضح لكم أشياء كثيرة في المرافعة ديال 13 جوج إن شاء الله، سنحاول أن نوضح الكثير للمحكمة وستكونون حاضرين، وسيتضح لكم أن الأمر يتعلق بشخص يجب أن يستفيد من قرينة البراءة وأنه بريء وربما لن تثبت إدانته. وشكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.